السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في مائدة نادية غراندي بيس. اليوم رانا رايحين نديرو اون روسيت على باز دو بات اللي نحبوها بزاف في الجزائر، وشاك ريجيون عندها اون ابيلاسيون تاعها. باغ اكزومبل في الجزائر العاصمة نعيطو لها قطة ورمي، وعند خاوتنا القبائل اللي نحييوهم كاين يعيطو لها افطيرق الصول، كاين يعيطو لها ثوركيمت، وكاين يعيطو لها تيمزقار. كيما حنا في لا ريجون ديالنا نعيطو لها ثوركيمت. وباش ننجحو في هاد لا روسيت، اول حاجه سي لا سيمول. انا اليوم خيرت لا سيمول تري فين، رقيقه بزاف، الملح والماء، وكيلت 3 بول بهاد لو بول هدايا. عندي زروديه، شويه تاع الثوم، الفلفل العكري، الملح، حراس الحانوت، وفلفل الكحل، طوماطيش كونسونطري غير شويه، الثوم، البصل، النعناع، وشويه تاع لا كوريونت اللي هي الحشيش، طوماطيش فريش، وشويه تاع الشحمه مع الحم شويه ماشي بزاف. مادام بينا حنا نديرو لها يعني الحم قديد هذاك، بصح انا ما عنديش القديد، درت لها هاد الشحمه اللي كنت لبستها شويه. ونديرو لها شويه تاع الزيت باسكو كوم يا دو غرا تاع في الحم، نديرو لها شويه تاع الزيت وشويه تاع الكرافس. كاين يحب يدير الكرافس، كاين ما يديرش. نبداو نعجنو في العجين ديالنا تاع قطع ورمي ولا ثوركيم تاع، نبداو على بركه الله. نخلي لاباط تاعي مده ساعه ترتاح ونعاود نولي ليها. ودوكا رانا رايحين نوجدو لاصوص نتاعنا. قلت لكم ما نديروش بزاف الزيت باسكو كاين لو غرا تاع الشحمه بزاف. نديرو شويه تاع الشحمه اللي ما عنديش انايا القديد اللي كنت لبستها شويه. نديرو لها البصل، نديرو لها الثوم، كاع لي زيبيس نتاعها، طوماط، لا طوماط كونسونطري، عود قرفة، كرافس، زرودية مقطعه شويه، كاين اللي يحب يدير لها الفول، كاين اللي يحب يدير لها العدس، كاين اللي يحب يدير لها الحميصه، كاين اللي يحب. انا ما نديرلهاش هذا الشيء، انا تعلمت هكذا نديرها هكذا. شويه تاع الحشيش نقليهم مده 10 دقائق، نغطيها ونعاود نولي ليها مده على 10 دقائق. بعد ساعه ما خليناها ترتاح زدنا شمخناها غير شويه وعجناها. هايديك لاباط نتاعنا لو كاتيك نقطعوها اون بول. بعد ما درنا لهم دي بتيت بول هكذايا، دوكا نبداو نحلوهم ونديروهم في لاصوص، ولاصوص راهي طيب. حنوري لكم كيفاش نديرهم، كاين بليزور فاسون بليزور مانيير لي الناس ديرهم باش ديرهم في لاصوص. انا عندي نوتر مانيير لي تعلمتها هكذا من صغري، نكمل على هاد الطريقه وعلى هاد الموديل وهاد الشكل. نبداو نشكلو لاباط نتاعنا باش نرميوها فوق القدره. نرميوها على فم القدرة هكذا 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 حتى طيب تدخل لها طياب، حتى طيب تدخل لها طياب هكذا على فم القدرة. هكا نتعلمت. ومن بعد تطيح وحدها، وهادو مال الطرف نحليوهم هكذايا، نخليهم تخيفة ومن بعد نرميوهم. هذا على هذا الشكل هذا.
ومن بعد نرميوها في لاصوص نتاعها. وتكون هذه شويه طابو نرميوهم في لاصوص تاعك. نزيد ندير اون دوزيام اوسي. كل واحد كيفاش يحب يشكلها. ما قبل ما نرمي هذه قبل ما نرمي هذه هذه ما لي طابو ديجا نحيهم نحيهم نديرهم في الجفنه هكذا نحيهم ديجا. الفوم تاع القدرة هكذا هكا هكذا على الفوم تاع القدرة فوالا تطلع لها كاع لا فابور تبدا تطيح وحدها فوالا ونبدا نحلها بالعقل هكذا. كي تتحل قاع هادي نرميها على الفم تاع القدر. قبل ما ندير واحده اخرى تكون هذه نحيتها ديجا من النجره ولا خصني شويه تاع الماء ندير لها شويه تاع الماء. نبداو نقطعوها دوكا شويه هكذا المقصو اللي يكون كبار نقطعوهم شويه. ومن قبل ما نقدموها نعاودو نرجعوها في لاصوص زيد تشرب شويه تاع لاصوص نتاعها ومن بعد نقدموها في طبق التقديم نتاعها. بعد ما طيبناه قطعناه حضرناه في هذا الطبق نقدم لكم الطبق الرئيسي تاع لو بلا دوجوردي بعد ما طيبناه وقطعناه. فوالا اون لا بريزونتي في هذا لو ديكور لا بلان تاعنا تاع اليوم. شاك ريجون عندها اون ابيلاسيون كاين يقولوا له افطور اقصول كاين يقولوا له تركيمت كاين يقولوا له تيمغزار كاين يقولوا له حسوا كاين يقولوا له قطع برمي. De toute façon, le plat unique, le plat algérien, la région d'appellation, ça diffère d'une région à l'autre. Men saouch ndiolo chouya ta la menthe fraîche, mais le foka. Voilà. Nkademo, ma habba har, li habb l'har. Voilà, chahia tayiba, ou men saouch tcharkouna fi qanate. مائدة نادية بان ديبيس. ونشكركم على المتابعة و بروشان فيديو ان شاء الله و جو دي انفوار و بروشان فيديو ان شاء الله و ميرسي بور و نرميوهم في القدرة يكونوا ديجا رقاق ما يكونوش خشان هذيك لافي نتاعها فوالا هكذا بيان سور نحركو داخل القدره ندير اون اوتر وحده اخرى باش تشوفوا.